السلام عليكم طلابنا الأعزاء، اليوم إن شاء الله محاضراتنا راح تكون عن الجزء الثالث بمحاضرة البوليمورفيزم. هي من المواضيع الأساسية اللي قلت لكم بالمحاضرات السابقة أنه نحتاجها حتى نفوت بموضوع البوليمورفيزم. هذا الموضوع موضوع الأري شو راح يكون موضوع طويل، فلذلك راح أقسمه إلى فيديوهات اثنين، فهي مو محاضرتين، هي محاضرة واحدة. بس لأنه الإنترنت شوية ضعيف على مود ممكن أحمل المحاضرات على موقع الكلية أو قناة التليجرام. موضوعنا اليوم إن شاء الله الأريز. الأري باختصار هي ضمن موضوع الداتا ستراكشر، راح توفر لي إمكانية أنه تخزين أكثر من متغير من نفس النوع بمتغير واحد. بمعنى يعني بمصطلح ثاني أو بتفسير ثاني، فرضا أني عندي 10 أرقام أريد أخزنهن، فبدل ما أعرف 10 متغيرات، أنا راح أعرف أري واحدة ممكن تأخذ لي هذه ال10 أرقام بعنوان واحد، وراح نشوف شلون ممكن نتعامل وياها. طيب، بس على شرط إنه تكون هذه المتغيرات كلها من نفس النوع. شلون ممكن أعرف الأري؟ أفهم البرنامج إنه أنا أريد أعرف أري، راح أجي أكتب هذا السطر اللي أمامكم. الداتا تايب اللي أريدها مثلا نوع المتغيرات شنو؟ انتجر، فلوت، كاركتر، سترينج، اسم الأري، وعدد العناصر اللي أريد أخزنها بين هذني الأقواس، وفارزة منقوطة طبعا. النوع مثل ما قلت لكم، ممكن أي نوع متغير احنا أخذناه بالسي بلس بلس. هذا الاسم متغير ممكن تكتبوه أي اسم تريدوه، وهذا الرقم عدد العناصر اللي تحتويها الأري. طيب، خلينا نشوف المثال اللي أمامنا شلون ممكن نتعامل. بداية برنامج طبيعي جدا، انتجر مين، اجي اعرف الاري هذا انتجر، نوع المتغيرات اللي اريد اخزنها بهذه الاري هي انتجر، اسم الاري هي اي دبل ار، وعدد المتغيرات 5. افتح قوس اللي هو هذا مثل ما تشوفوا امامكم، واجي اعرف كل متغير واخلي بعده فارزة، واكتب 5 عناصر مثل الرقم اللي انا كتبته. لما ينسد القوس وتنتهي، معناها البرنامج عرف انه هذه الاي دبل ار هي اري عدد عناصرها 5، والعناصر المخزونة بها هذه. طيب، خلي اجي اطبع هذه الاري، او شلون ممكن اطبعها. افتح فور، اعرف متغير اي اللي هو راح يكون شبه الاندكس للاري اللي انا استخدمتها. فالاي راح يبدي من 0 الى 4، 0 1 0 1 2 3 4. اذا اريد ابدي اكتب 1، فلازم يكون لازم اكتب 1 2 3 4 5. بس حاليا احنا خلينا نعتمد قاعدة عندنا انه الاي يبدي عندنا 0، حتى الامور تمشي على نسق واحد. الاي يبدي من 0، فالاندكس مالتك يبدي 0 1 2 3 4. اجي اقول اي انتجر اي يساوي 0، شرط التوقف مالتي اي اصغر من 5، وزيد لي الاي بواحد. طيب، ايش راح يسوي؟ سي اوت اسم الاري اللي هي اي دبل ار، والاندكس مالتها الاي اللي احنا كتبنا. وهنا أنا راح اقول له اطبع لي سلاش تي. سلاش تي راح يطبع لي 6 فراغات بعد كل عنصر لغرض ترتيب الطباعه على اكثر والاقل. وانتهى البرنامج، سديت قوس الفور، سديت قوس المين فانكشن، انتهى الموضوع. اجي اشوف شنو الاوتبوت اللي ممكن عندي. فطبع لي 10 فراغ 0 20 0 30 مثل ما تشوفوها امامكم. هذه الاري، هذه طريقه طباعتها، سهله جدا. طيب، هذا المثال احنا ايش سوينا؟ احنا قلنا عدد العناصر 5، وكتبنا 5 عناصر. طيب، في حالات معينة أنا أعرف الأري مالتي 5، بس ما أحتاج أكتب 5 عناصر، مثلا احتاجت 3 أو نسيت أكتب 2. البرنامج من يشوف رقم 5 بين الأقواس راح مباشرة يحجز لك 5 مكانات بالميموري. فأنت حجزت 5 مكانات بالميموري، ممكن تستخدمها ممكن ما تستخدمها ايا كان. طيب، اكو طريقة ثانية حتى نتعامل ويا هذا الموضوع، نتعامل ويا موضوع الميموري بطريقة افضل، يعني نستغل مساحات الميموري افضل. هذا الرقم احنا ممكن نستغني عنه، فاكتب اري والقوسين فارغات بدون رقم. زين، راح تسألني تقول لي شلون ممكن البرنامج يعرف عدد العناصر؟ البرنامج راح يحسب ذولا ويعتمد عليهم عدد العناصر. فانت اذا وراح يخزن لك مساحه على عدد العناصر الفعليه الموجوده، يعني اذا استخدمت 3 راح يكتب لك 3، راح يخزن لك 3.
إذا استخدمت 100 راح يخزن لك 100 وهكذا، يعني ما راح تضيع عندك مساحات في الميموري. خلينا نشوف شلون ممكن نتعامل ويا هذا الموضوع. نفس المثال بس نشيل هذا الرقم 5 ونشوف ايش راح يصير. هذا المثال كل نفسه، بمجرد ما لغيت رقم 5 اللي كان مكتوب هنا خليتها فراغ مثل هذه، كتبت نفس عدد العناصر. واجي اطبق نفس البرنامج، اجي اشوف الاوتبوت نفسه ما تغير بشيء. ليش؟ البرنامج عرف انه الاري بها 5 عناصر فخزن لك 5 عناصر واشتغل على هذا الاساس. هسه اذا تحذف 2 مثلا ما راح يتغير البرنامج، بس تغير هذه لا سويها 3. هذه للمعلومة، هذه طريقة حتى نتعامل ويا الميموري بشكل صحيح. انا مثل ما قلت لكم المبرمج المفروض يفكر بالران تايم وبالميموري، لازم ذني تخليهن ببالك وانت تكتب البرنامج حتى ما تضيع عندك مساحة. ومثل ما قلت لكم البرمجة تعتمد على عدد سطور كبير جدا، البرنامج ممكن يكون 10,000 لاين، فانت ممكن تحتاج اري كبيرة جدا، فالمساحة تفرق. انت هسه تقول لي يمكن ما تفرق على 5 عناصر، ممكن، بس على 10,000 على 100,000 تفرق. فهذه للمعلومة. خلينا ناخذ مثال شوف شلون نتعامل ويا الاري. عرفت اري اسمها n، عدد عناصرها 10 مثل ما تشوفها، بس اني ما انطيته عدد العناصر الفعلي، تمام؟ اعتمدت على معادلة معينة، فسويت for i يساوي 0 مثل ما اتفقنا، شرط التوقف مالتي i اصغر من 10 وزيد لي الاي بواحد. هنا راح يملي لي الاري شلون؟ بهاي المعادلة. هذه المعادلة ايش راح اسوي؟ انا دا اقول له n اللي هي اسم الاري لما تكون بالمكان 0، خلينا نحكي على اول رقم، لما يكون عندي الاي 0 فهذا معناه شنو؟ اول رقم بالاري. ايش راح يسوي؟ قيمة الاي ايش قد؟ 0. قيمة الاي 0 اجمع ليها ب 100 وخليها هنا، فمعناها راح ياخذ قيمة الاي يجمعها ب 100 ويخزنها باول مكان، وهكذا بثاني مكان راح يزيد الاي بواحد يجمعها بال 100 ويخزنها بثاني مكان، وهكذا. هسه نشوف شلون راح ممكن تصير. فهذه الـ هذه الـ هذه الفور وظيفتها انه مليت لي الاري ب10 عناصر، تمام؟ خلي اجي اطبعها واشوف شنو ممكن يطلع عندي. هنا انا طبعت الجي، قيمة الجي، وقلت له اطبع لي 6 فراغات واطبع لي قيمة الاري بهذا المكان، وانتهى البرنامج على هذا الاساس، تمام؟ الاوتبوت مالتي راح يكون في الصيغة. هذا الاوتبوت مالتي. بالموقع 0 طبع لي 100، بالموقع 1 طبع لي 101، بالموقع 2 102، وهكذا الى 109. هذه طريقة حتى ممكن نملي بها، ممكن هذا الضرب الجمع ممكن يكون ضرب، ممكن يكون قسم، ممكن تكون معادلة رياضية. أنا دا أعلمكم بس شلون ممكن تملون الأري، شلون تتعاملون وياها. هذه طريقة. طيب، شنو أنواع الأري اللي عندي؟ خلينا نتعامل شنو أنواع الأري اللي موجودة اللي بالستة صفر. أنواع الأري 2، Single Dimensional Array، والنوع الثاني اللي Multi Dimensional Array. خلينا ناخذ هذا المثال، والفيديو الجاي راح يكون المثال الثاني وتكملة المواضيع إن شاء الله. Single Dimensional Array هو مثل ما تشوفوها أمامكم، هذا مثال توضيحي، هاي الصورة لتوضح لي شنو Single Dimensional Array. هذه هي الأري، اسمها A، طولها N. خلينا نجي نفصلها واحدة واحدة. طيب الإندكس مالتي اللي هو الN، فمن أبدي بصفر لازم وين أنتهي؟ بN ناقص واحد. طيب قيمة الـ A بالصفر هنا، لما أقول A للصفر معناها أول قيمة، لما أقول A للN ناقص واحد معناها آخر قيمة، والقيم بيناتهم حسب ما أنت تحتاج الأري. هاي صورة توضيحية بسيطة جدا. المثال الأمثلة اللي أخذناها بداية الفيديو لتشرح لي على الون دايمنشنال أري، وراح ناخذ مثال ثاني شلون ممكن نتعامل ويا الون دايمنشنال. هذا المثال أمامنا، عرفت عناصر، عرفت أري اسمها نم بها 5 عناصر، وكانت العناصر
مثل ما تشوفوها أمامكم، وراح أسوي سي أوت يطبع لي إياها بس نفس الطريقة اللي تعلمناها فوق. هذه الفور كل وظيفتها راح تطبع لي هذه الأري. تمام، أجي أعرف أري ثاني نوعها فلوت اسمها ديجيت، دي أي جي أي، بها 3 عناصر، وهذه العناصر مثل ما تشوفوها أمامكم. الفور اللي تشوفوها راح تطبع لي بنفس الطريقة. أهم شيء هنا أنا من أريد أطبعها اسم الأري والإندكس اللي أنا عرفته أكتبه. طيب أعرف أري ثالثة نوعها كاركتر اسمها ألفا، بها 4 عناصر، وهذه العناصر A capital C small K capital و U small. أهم شيء تنتبهون على هذه الأرقام على حسب ما يناسب الأري اللي أنتم كاتبيها، تمام؟ لأنه إذا تزيد الرقم هو ما راح يعترض على شيء، بس راح يجيب لك قيمة من الميموري عشوائية. وإذا تحبون جربوها، زيد هذا الرقم خليه 6 مثلا، شوف إيش راح يطبع لك. راح يطبع لك أرقام ربش من الميموري، تمام؟ أعرف سترينج رابعة، العفو أري رابعة نوعها سترينج اسمها نيم، بها 3 أسماء، بها أحمد وعلي ومنى. انتبهوا على فد مسألة مهمة، من أريد أعرف كاركتر أخليه بين 1 كوتيشن، لما أريد أعرف اسم سترينج أخليه بين 2 كوتيشن. هذه ملاحظة مهمة تفيدكم. وأجي أطبع بنفس الطريقة وانتهى البرنامج عندي. هنا خلينا نشوف شنو الأوتبوت اللي يطلع. هنا طبع لي أول 5 أرقام اللي هي انتجر، وبعدين طبع لي أول وبعدين طبع لي 3 أرقام اللي هي الفلوت، وطبع لي 4 حروف و3 أسماء. هذه أمثلة عن أنواع السترينج وشلون ممكن أتعامل ويا كل وحدة. هذا المثال اللي تشوفوه أمامكم يوضح لي هذا الموضوع. طيب خلينا ننقل تنتهي محاضرتنا أو ينتهي الفيديو، بس وإن شاء الله مجرد ما يعني أسجل المحاضرة الثانية ترفع لكم. شكرا جزيلا شباب.